مرحبا، أنا الدكتور عزام فياض، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم جراحة العظام ومركز التميز لاستبدال المفاصل في مستشفى ميدكير أورثوبيدكس أند سباين هوسبيتال. خشونة الركبة هي من أهم الأسباب التي تستدعي زيارة المرضى بشكل عام لطبيب العظام المختص. بشكل عام شكوى المرضى تكون هي الألم الشديد في الركبة رغم استخدام المسكنات، عدم القدرة على صعود الدرج، عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي وأداء واجباتهم اليومية. في حالة توفرت هذه الأعراض ننصح بشكل عام باستبدال المفصل التالف بمفصل صناعي لتخفيف الألم بشكل عام وتحسين أداء المفصل وتمكين المريض بقيام واجباتهم اليومية بدون أي مشاكل. بفضل التقنيات المتوفرة لدينا في مستشفى ميدكير، بعد دراسة الحالة المرضية نقوم بالتخطيط للعملية واختيار المفصل المناسب، التقنية المناسبة لإجراء هذه العملية بشكل أفضل، ونوعية التخدير الملائمة للحالة الصحية للمريض. بعض الحالات تستدعي فقط استبدال جزئي للمفصل، بعض الحالات تستدعي تصنيع مفصل ملائم لركبة المريض. يتم إجراء العملية بشكل عام تحت تخدير كامل، تخدير نصفي، وفي بعض الحالات النادرة نحتاج إلى تخدير موضعي. مدة الإقامة في المستشفى تكون تقريباً 3 أيام. نقوم خلال هذه الفترة بتأهيل المريض، نقوم بتدريبه على المشي وصعود الدرج للقيام بواجباته اليومية بشكل أفضل.